السلام عليكم اليوم راح نبلش بدرس جديد يا رابع تقدير المجموع والفرق كلمة تقدير يعني بدي أوصل لنتيجة تقريبية مش نتيجة دقيقة مجموع إني يعني أجمع عددين كلمة فرق يعني طرح طيب أتعلم إذا وردت في السؤال كلمة تقريبا فهذا يعني تقدير الإجابة بإعطاء إجابة قريبة من الإجابة الدقيقة لمسألة الجمع أو الطرح يكون ذلك بتقريب العدد لأقرب ألف أو لأقرب أقرب عشرة آلاف حسب المطلوب بالسؤال خلينا نشوف مثال واحد أقدر ناتج بدي أجمع خمسة آلاف وثلاثمية وأربعة وخمسين زائد ألفين وثمانمية وخمسة وثلاثين طبعا بحكي لي السؤال أقدر يعني بده نتيجة تقريبية مش نتيجة دقيقة طيب بما أنه هذا السؤال مش طالب أقرب لأي منزلة بقرب أنا إما لأقرب ألف أو لأقرب عشرة ألاف لأنه مش محدد لي لأي منزل أقرب فأنا في هذا السؤال بدي أقرب لأقرب ألف أحد عشرات مئات أحد الألوف الخمسة بحدد منزلة الألوف هلأ الخمسة بتروح تطلع على يمينها زي ما تعلمنا في الدرس الماضي بدي أقربها بدي أقرب هذا العدد لأقرب ألف تطلع على يمينها طبعا يمينها بخيل ما بيعطيها إذا الخمسة بتضلها زي ما هي وكل الأعداد اللي على اليمين بصيروا أصفار زائد بدي أقرب برضو هذا العدد لأقرب ألف أحد عشرات مئات أحد الألوف بحدد منزلة أحد الألوف الاثنين بتروح تطلع على التمانية التمانية كريمة بتعطيها واحد إجلة تصير ثلاث وكل الأعداد اللي على اليمين بدهم يصيروا أصفار وبجمع هدول العددين خمس آلاف زائد ثلاث آلاف ثمان آلاف طبعا ببلش أجمع من جهة اليمين يا رابع صفر زائد صفر صفر صفر, صفر زائد صفر 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 زائد صفر صفر, زائد صفر, صفر وخمسة زائد تلات ثمان طيب نشوف أسئلة أتحقق من فهمي صفحة أربعة وعشرين أقدر ناتج جمع ألف وسبعمية وتسعة وثمانين زائد ثلاثة آلاف وخمسمية واثنين وأربعين بالتقريب إلى أقرب ألف هون حدد لي لأي منزل أقرب هو أجبرني فيها تمام لأقرب ألف بدي أحدد منزلة الألوف أحد عشرات مئات أحد الألوف الواحد الواحد بتروح تطلع يمينها هاي منها العدد سبعة وسبعة كريمة بتعطيها واحد إذا تصير اثنين كل الأعداد اللي على اليمين بيصيروا أصفار زائد هون حدد منزلة الألوف بتطلع يمينها الخمسة كريمة بتعطيها واحد إذا تصير أربعة وكل المنازل على اليمين بيصيروا أصفر طبعا مهم انك ترتب الاحاد تحت الاحاد عشرات تحت العشرات مئات تحت المئات وهكذا عشان يطلع جوابك صح يا رابع اذا بدي اجمع صفر زائد صفر 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 زائد صفر 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 زائد صفر صفر اثنين زائد اربعة ستة هادو الاصفار وهاي ستة طيب نشوف مثال اثنين بدي أقدر ناتج الطرح أقدر ناتج الطرح كلمة تقدير أنا ما بدي ناتج حقيقي بدي ناتج قريب من الإجابة الصحيحة أو الدقيقة طيب هون مش محدد لي منزلة التقريب في هذا المثال فأنا رح أقرب لأقرب عشرة آلاف أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف السبعة في منزلة عشرات الألوف بتروح تطلع على يمينها على يمينها العدد سبعة والسبعة كريمة إذا بدها تعطي السبعة واحد بدها تصير ثمانية الخمسة اللي على اليسار بتنزل زي ما هي وكل المنازل اللي على اليمين بيصيروا أصفار عندي أربع منازل بضيف أربع أصفار طيب بروح للعدد اللي تحته تلاتمية وواحد وستين ألف ومية وعشرة بدي أقربه لأقرب عشرة آلاف بحدد المنزلة واحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف هيني حددت منزلة عشرات الألوف الستة تطلع على يمينها على يمينها العدد واحد والواحد بخيلة ما بتعطي إذا الستة بضلها زي ما هي واللي على اليسار بنزل زي ما هو وكل اللي على اليمين بيصيروا أصفر طبعا إشارة المسألة طرح ناقص بدي أطرح صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر 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 ناقص صفر 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 ناقص صفر صفر ثمانية ناقص ستة وخمسة ناقص إتنين. إذن الناتج التقريبي ميتان وعشرين ألف. طيب أتحقق من فهمي صفحه خمسة وعشرين في عام 2018 ميلادي بلغ عدد المواليد في العاصمة عمان خمسة كان منهم ثلاثه وأربعين ألف من الذكور فكم عدد المواليد الإناث تقريباً بدي أطرح العدد الكلي أشير منهم الذكور عشان يطلع معي الإناث طبعا بحكي لي بدي إيه تقريبا كلمة تقريبا كم عدد مواليد الإناث تقريبا فأنا بدي أقرب العددين إما لأقرب ألف أو لأقرب عشرة آلاف خلينا نقربهم لأقرب عشرة آلاف بحدد المنزل أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف الثمانية الثمانية بتروح تطلع على الخمسة الخمسة كريمة بتعطيها واحد إجا تصير تسعة كل المنازل اللي على اليمين بصيروا أصفار واحد اثنين ثلاث أربعة ناقص منزلت عشرات الألوف أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف الأربعة بتروح تطلع على يمينها الثلاث طبعا بخيلة ما بتعطيها إذا الأربعة بتضلها زي ما هي وكل اللي على اليمين بيصيروا أصفر وبطرح من جهة اليسار صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر 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 ناقص صفر 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 ناقص صفر صفر تسعة ناقص أربعة إذا الناتج خمسين ألف خلينا نشوف أسئلة أتدرب وأحل المسائل صفحة 25 أقدر الناتج بتقريب الأعداد إلى أقرب مئة في كل مما يلي طبعا محدد للسؤال أني بدي أقرب لأقرب مئة طيب إذا هون أجبرني في منزلة معينة طيب منزلة المئات بحددها أحد عشرات مئات الخمسة بتروح تطلع على يمينها على يمينها العدد واحد والواحد بخيلة ما بتعطي إذا الخمسة بتضلها زي ما هي والعالمين بيصيروا أصفار اللي هم خمسمية إشارة جمع منزلة مئات الاثنين تطلع على يمينها الواحد ما بيعطيها إذا الاثنين بتضلها زي ما هي ولا يمينها أصفار وبجمع من جهة اليمين صفر صفر خمسة واثنين سبعة إذا الناتج يساوي سبعمية لأقرب مئة بدي أقرب لأقرب مئة أحد عشرات مئات بحدد المنزل الثلاث بتروح للاثنين الاثنين ما بتعطيها إذا الثلاث بتضلها زي ما هي التسعة اللي على اليسار زي ما هي، واللي على اليمين بيصيروا أصفار، ناقص منزلة المئات، أحد عشرات مئات، الخمسة بتروح للستة، الستة بتعطيها واحد، إذا بدها تصير ستة، تمانية اللي على اليسار زي ما هي، واللي على اليمين أصفار، هلا بطرح صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، تلات ناقص ستة، لا يجوز، هاي التسعة بتصير تمانية. والتلات بتصير تلتاش 13 ناقص ستة سبعة تمانية ناقص تمانية صفر إذا الناتج برضه سبعمية طيب أقدر الناتج بتقريب الأعداد إلى أقرب ألف في كل مما يأتي بدي أقربهم لأقرب ألف بعدين أوجد ناتج الجمع لأقرب ألف أحد عشرات مئات أحد في التسعة بتروح للاثنين ما بتعطيها اذا التسعة واللي على اليسار زي ما هم واللي على اليمين اصفار زائد احد عشرات مئات احد الوف الاثنين بحددها اللي هي منزلة الالوف بتطلع على يمينها الواحد ما بتعطيها اذا الاثنين زي ما هي واللي على يسارها زي ما هم واللي على اليمين بصيروا اصفار بدي اجمع صفر زائد صفر 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 زائد صفر 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 زائد صفر صفر تسعة زائد اثنين احداش واحد وباليد واحد واحد وواحد اثنين وسبعة تسعة إذا الناتج واحد وتسعين ألف طيب بدي أقرب لأقرب ألف أحد عشرات مئات أحد ألوف في الثلاث بتروح تطلع على الاثنين ما بتعطيها إذا الثلاث زي ما هي والأربعة اللي عايزة زي ما هي على يمينها ثلاث منازل بضيف ثلاث أصفار طيب أحد عشرات مئات أحد ألوف ثلاثة بتروح تطلع على الستة الستة كذي بتعطيها واحد إذا تصير أربعة والثلاثة اللي على اليسار بتنزل وكل اللي على اليمين بيصيروا أصفار طبعا عملية طرح الأصفار ناقص الأصفار أصفار ثلاث ناقص أربعة لا يجوز هاي الأربعة بتصير ثلاث وهاي الثلاث بتصير ثلاثة عشر ناقص أربعة تسعة إذا الناتج يساوي تسعة آلاف وقدر الناتج بتقريب الأعداد إلى أقرب عشرة آلاف هون برضو محدد لي منزلة التقريب اللي هي عشرة آلاف فبدي ألتزم فيها منزلة عشرات الألوف أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف الواحد تطلع يمينها الأربعة ما بتعطيها إذا الواحد واللي على اليسار زي ما هم واللي على اليمين بدهم يصيروا أصفار واحد اثنين ثلاثة أربعة منزلة عشرات الألوف واحد اثنين أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف الأربعة حددتها تطلع على يمينها على يمينها العدد صفر وصفر بخيل ما بيعطي اذا الاربعة والخمسة اللي على اليسار زي ما هم واللي على اليمين بدهم يصيروا اصفر طبعا الاشارة اللي بينهم جمع صفر 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 صفر, صفر واحد واربعة خمسة اثنين وخمسة سبعة طيب لأقرب عشرة آلاف أحد عشرات مئات أحد للوف عشرات الألوف الأربعة بتروح للخمسة الخمسة تعطيها واحد واللي على اليمين كلهم بيصيروا أصفار أحد عشرات مئات أحد للوف عشرات الألوف الخمسة بتروح تطلع يمينها الثمانية تعطيها واحد بتصير الستة والأربعة اللي على اليسار زي ما هي وباقي الأعداد كلهم أصفار وبطرح أصفار ناقص أصفار أصفار خمسة ناقص ستة لا يجوز هاي التمنية بتصير سبعة والخمسة بتصير خمسة عشر خمسة عشر ناقص ستة تسعة وسبعة ناقص أربعة ثلاث طيب لأقرب عشرة آلاف أحد عشرات مئات أحد الألف عشرات الألف الاثنين تطلعي منها الثلاث طبعا الثلاث ما بتعطيها إذا بضل عندي الناتج عشرين ألف نزلت عشرات الألوف أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف الخمسة بتروح من ما بتعطيهم إذا الخمسة بتضلها زي ما هي والسبعة لسا زي ما هي كل الأعداد اللي على اليمين بيصيروا أصفار طبعا العملية اللي بينهم جمع الأصفار ناقص الأصفار أصفار عفوا جمع اه واثنين وخمسة سبعة والسبعة هاي بتنزل إذا الناتج سبعمية وسبعين ألف فرع ثمانية برضو بالأقرب لأقرب عشرة آلاف أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف ثمانية تطلع على يمينها الستة الستة كريمة بتعطيها واحد إذا الثمانية بتصير تسعة العدد اللي صار بنزل زي ما هو والأعداد اللي على اليمين بدي أحولهم لأصفر طيب عند العدد اللي تحته أحد عشرات مئات أحد الألوف عشرات الألوف الاثنين بتروح تطلع على الخمسة، الخمسة كريمة بتعطيها واحد، إذا بدها تصير تلات، كل الأعداد اللي على اليمين بيصيروا أصفار، واحد، اثنين، تلات، أربعة، بدي أطرح أصفار ناقص أصفار أصفار، تسعة ناقص ثلاثة ستة، والواحد بينزل، طيب سؤال تسعة. تبعد عمان عن مكة المكرمة ألف وخمسمية وأربعة عشر وتبعد عن أنقرة ألف ومئتين تسعة وخمسين كيلو وقدر المسافة بالألوف التي سيقطعها الحجاج أو الحاج من أنقرة إلى مكة مرورا بعمان طبعا بدي أجمع لأني بدي أحسب مسافة من مكة إلى لأنقرة مرورا بعمان بس لإيش؟ لا بدي أحكي له قدر المسافة بالألوف وقدرها بالألوف منزلة الألوف أحد عشرات مئات أحد الألوف الواحد الواحد بتروح للخمسة الخمسة كريمة بتعطيها واحد إذا بتصير اثنين وكل المنازل على اليمين بصير أصفار إذا بدي أضيف ثلاث أصفار منزلة الألوف بحددها بتطلع على منها أي العدد طبعا أقل من خمسة بخيل ما بيعطيها إذا الواحد زي ما هي كل الأعداد اللي على اليمين بضلوا بصيروا أصفار وبطرح أصفار ناقص الأصفار أصفار اثنين ناقص واحد واحد السؤال العاشر والأخير أنتج مصنع للأجهزة الإلكترونية تسعمية وستة وثمانين ألف وخمسمية وأربعة وسبعين جهاز بيع منها تسعة وثلاثين ألف وستمية وخمسة وثمانين خلال النصف الأول من العام أقدر عدد الأجهزة المتبقية بالمصنع بالألوف لي بدي أقدر كمية الأجهزة اللي ضايلة بالمصنع بالألوف إذا بدي أحدد منزلة الألوف أحد عشرات مئات أحد الألوف الستة بتروح تطلع يمين الخمسة الخمسة كريمة بتعطيها واحد تصير سبعة العددين اللي على اليسار بينزلوا واللي على اليمين بصيروا أصفار منزلة الألوف تسعة بتروح للستة، ستة بتعطيها واحد بتصير عشرة صفر باليد واحد هبتصير أربعة، إذا وبطرح سفر ناقص سفر صفر سفر ناقص سفر صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، سبعة ناقص صفر، سبعة،, سبعة. ثمانية ناقص أربعة،, أربعة. تسعة ناقص صفر، تسعة، إذا الناتج إيه. تسعمية سبعة ويعطيكم العافيه